بسم الله الرحمن الرحيم شيخ ان هيسها ما وحي كميدهن كوائرته مسألة كسابسا هيسو إلا هو كبائر أما ماها وإطلاق سي ما في تفصيل با مسألة كجرة هيسو لن ديه مين وحاران هيسو لن ديه مين وبنان تهي هيست اللحنك يميزي قال وطا يدو وحاران ساسين السلف كو أبدانيين خلاف معتبرنا كمجره مالك يا سعد بن إبراهيم الزهري بلغسو قال خلاف خلاف كاسنا خلاف محقق أما ماها هذه هيست النوع عاصا هيد لقدك عبادية قربانة وكبيرة من الكبائر بإجماع السلف الصالح بل بعض السلف بوحكو تكفيري وحان أوجد أنها حطردة يا النصردة يا وحد في سلام كالأورنج جري هي سيئة هاين إلهي اللي يقول دوام بان لا شيء جري تاسي كتب على قرى السلف كون حاران طيب اسكو إجماعي وحا كتاب قرى الإمام بن رجب الحنبلي كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع بالي هذا وحا كتاب قرى ابن القيم وأرض شيخي سيئها الكلام على مسألة السماع بالي هذا وحا كتاب كقر أبو العباس القرطبي صاحب المفهم وحل الإقناع في مسائل السماع إذن سلف أبو طيب الطبري مرن هوشا كما قبان ابن أبي الدنيا آجري كتب ذنبا لغا قري هدو هيستو أي من باب القربة يا لو دواشا لغا دكتوا محرمة بالإجماع وكبير من الكبائر هدي طاه هيس أن ألا لو دواين لكن وقت دمس يا خمر أمانت يا دي رجلين زينو يا قبر قروحي والله تلمع وحياها أدونك ما أنت كب ذن أدون كجرة موزون كملحن كميزة الأخرى أنا وحرام صقنا باتفاق السلف الصالح ما نصدق يسوع أنت أن لحن كلاهين برنا أن الأخرى عن يدربان يبرقلح حمان كان لو تغير إن أيوة إسكبرنا أنت أنا بران برا يقبل حقوق قد عكس إن هالنقطة أنا حقوق ما نصدق مزج لقطني أنا كرور لقبه بهين هالنقطة ولادها الجامعة هي حقوق إسكو عربي هالنقطة تاسيد ويبنان تاي لكن وحان ماشي كتشرين إن شاء الله قد دكتو وقران كي إله اللي قهر مريو هدونا لأناشد إسلامي وماشي ضعي القرآن كده جيسن لهي أما حديث أذكى فهم لهي أما أذكى درس أدوان تبقى كواطو من وحلي أناشد ومضح الله شو سيد واجد دم بآن نقطة قليه باسي أيوه هستقبت مي أم قليسنا آن نقطة هولها أيوه ماشي كمجن هذا بالله توفيق